يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الفهد إذا تم تدريبه على الصيد يجوز أن يؤكل صيده؟ بلا شك، هو من الجوارح، ومن الجوارح، وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكن عليكم، واذكروا اسم الله عليه، اذكروا اسم الله عند إرساله وإطلاقه على الصيد، تذكر اسم الله فيحل ما أصابه ومات بسبب إصابته له. نعم.